جديد مشاهدينا ومشاهدين الفضائية الأردنية ومن العاصمة عمان، وضيفا جديد في برنامج مبادرات وطنية. رحبوا معي في هذه الفقرة بمعالي الأستاذ إبراهيم العموش. معاليك، أسعد الله أوقاتك. مساء الخير يا سيدي، وأهلا وسهلا فيكم في بيتكم، ونحيي هذا البرنامج الطيب وهذه الوجوه الطيبة. تسلم معاليك، تسلم. يعني معاليك، بجوز تحدثنا قبل اللقاء يعني بعجالة نوعا ما يعني عن تجربة، ولكن أكيد يعني كل قصة لها بداية، والبداية دائما تكون يعني ليست بالسهولة. أكيد معاليك يعني كما تفضلت تقلدت يعني ثلاث وزارات في حكومتين، وأيضا هذا لم يكن بالشيء السهل. هذه الحقبات الزمنية التي عشتها في حكومة معروف البخيت ودولة سمير زيد الرفاعي، كان قبلها تجربة، كان هناك بداية. نعم. هذه البداية نعتبر بداية لرجل عصامي بدأ حياته من قرية أو من بلد، ابتدأ دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية، وحتى وصل إلى آخر شيء معالي وزير، وما زلت أيضا في قمة عطائك، يعني ما زال لديك العطاء، يعني نتمنى لك إن شاء الله الحظ الأوفر في المستقبل. دعنا نعرف بك سادة المشاهدين، ليس على مستوى الأردن لكن على مستوى العالم كبرنامج تلفزيوني بعيدا عن الألقاب، من هو إبراهيم العموش؟ تفضل سيدي. أشكرك يا سيدي مرة ثانية. وأنا ابن قرية، القرية هي العلوك، من مواليد عام 1961، وأنهيت دراستي الابتدائية والإعدادية في هذه القرية، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الكلية العلمية الإسلامية لإكمال المرحلة الثانوية، وكنت طالب في القسم الداخلي، ومن ثم التحقت بالجامعة الأردنية بكلية الحقوق، وتخرجت في عام 1984، وكنت الأول على دفعتي، ثم عينت معيدا في الكلية، وأكملت برنامج دبلوم الدراسات العليا في التدريس الجامعي، لأنه كان الهدف هو تأهيلنا للتدريس في المستقبل. وأيضا الحمد لله حصلت على ترتيب الأول في تلك الدورة أو ذلك الدبلوم، وحصلت على جوائز ملكية من جلالة سيدنا المغفور له الملك حسين بن طلال رحمه الله. ثم بعد ذلك التحقت بالدراسات العليا ببعثة من الجامعة الأردنية إلى جامعة إدنبرا في بريطانيا، وحصلت على درجة الماجستير في القانون، ثم درجة الدكتوراه في القانون من نفس الجامعة في عام 1992. التحقت بعد ذلك بالجامعة الأردنية في التدريس كعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق، وخلال ذلك حصلت على إجازة المحاماة في عام 1994، واستمريت في التدريس حتى عام 2002. ثم بعد ذلك، بعد أن أكملت مدة الالتزامي في الجامعة، التحقت أو تفرغت لأعمال المحاماة، وبقيت في هذا العمل كمحامي للعديد من المؤسسات والشركات إلى عام 2007، حيث عينت عضوا في هيئة مكافحة الفساد، ثم بعدها بأشهر استقلت من هذا المنصب، ثم عينت في عام 2009 وزيرا للعمل، ثم في 2010 وزيرا للشؤون القانونية وشؤون رئاسة الوزراء، وفي عام 2011 وزيرا للعدل. هذه هي مسيرتي. وبعد أن استقالت حكومة الدكتور معروف في البخيت، عدت مرة أخرى إلى العمل في المحاماة في المكان يعني الذي كرست نفسي الحقيقة له طول الفترة الماضية. نعم، يعني معاليك استعرضت هذه التجربة يعني بدقائق، لكنها أخذت من عمرك الكثير والكثير. نعم. والكثير والكثير. يعني من خلال عملك السياسي، يعني أكيد هناك بجوز يعني كانت طموح لديكم في تحقيق شيء معين، مشروع معين، فكرة معينة، لكن ممكن الوقت لم يكن يعني أعطاكم المجال أو أعطاكم الفسحة الكافية حتى تتمكنون من تحقيق شيء معين. تحدث عن التجربة. يعني أحكي عن تجربتي عندما كنت وزير العمل. الحقيقة كان هاجسي ويعني طموحي بأن يكون هناك زيادة في مستوى تشغيل الأردنيين وفي توظيفهم، لأنه احنا عندنا مشكلة البطالة ومشكلة
فرص العمل هي مشكلة تواجه أبناء الوطن وشباب الوطن من فترة طويلة. كنت أطمح الحقيقة إلى أن يكون هناك بعض المشاريع الإنتاجية التي ينخرط فيها الشباب، بعض المشاريع التدريبية. فترة خدمتي في وزارة العمل كانت بحدود 8 شهور، عملت ما أستطيع أن أعمله في هذا القطاع. أيضا كنت حريص على رفع سوية العاملين في وزارة العمل، وخاصة في قطاع التفتيش، لأنه قطاع التفتيش مهم جدا، بالإضافة بالتأكيد إلى قطاع التشغيل. وأيضا هناك مؤسسات كانت مرتبطة بهذه الوزارة، من ضمنها مؤسسة التدريب المهني، من ضمنها مؤسسة العمل الضمان الاجتماعي، وإن كان لها استقلاليتها القانونية لكن كان لوزارة العمل دور كبير فيها. بالنسبة لعملي وزير دولة لشؤون الرئاسة، أيضا كنت حريص على يعني القيام بالأعمال ضمن الأسس القانونية. كما تعلم وزير شؤون الرئاسة أو وزير الدولة لشؤون الرئاسة مفوض بعدد كبير من صلاحيات رئيس الوزراء، وبالتالي يجب أن يكون الوزير دقيق في عمله، يجب أن يكون إطلالته القانونية على ما يجوز وما لا يجوز تقديمه إلى مجلس الوزراء مسألة مهمة جدا. في وزارة العدل عندما كنت وزيرا للعدل في حكومة معروف باشا، دخلنا في موضوع التعديلات الدستورية آنذاك، وأعتقد بأنه كان بدور جيد فيما يتعلق بصياغة هذه التعديلات وفي مناقشتها في مجلس الأمة مع السادة النواب آنذاك. فالتحديات كانت كبيرة والمصاعب كثيرة، ولكن الحمد لله يعني الكل في موقعه، عم بيعمل بكل جهد وبكل إخلاص لأغراض يعني الوصول دائما إلى ما يطمح له كل الأردنيين وما يطمح له يعني جلالة الملك حفظه الله. نعم، يعني هناك في بعض استفتاءات بالشارع الأردني يقولون يعني أنه الوزير يجب أن يكون له يعني أن يبقى في الوزارة مثلا فترة زمنية من الوقت حتى يستطيع أن يتمكن من تحقيق بعض المشاريع. يعني هناك يعني مشاكل عدة يعني تقع على بعض الوزارات، ولكن هناك مشكلة تعيق يعني سير بعض عمل أصحاب المعالي بسبب وجود أنه عدم الفترة، إطالة الفترة الزمنية كوزير. يعني في حديث سابق مع أحد أصحاب المعالي يعني قال أنه أنا مثلا زرت تونس، وزير أحد الوزراء يعني من 85 وما زال لغاية الآن وزير موجود. يعني الوزير لما يكون مثلا أصبح له 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات بالوزارة، ممكن أنه العامل الزمني بسعفه أنه يساعد أو يطلع على كثير من قضايا المجتمع وكذا. بيكون مثلا وزير حاط خطة أو حاط استراتيجية معينة لموضوع معين لمشكلة معينة، فترة فجأة وأن الوزير انشال، بيجي وزير ثاني بيحاول أنه يعني خلينا نقول يفرد عضلاته أو يحاول أنه يعني يعمل شيء أو يلغي ما كان قبله من قرارات أو من أشياء زي. ألا تؤيدني في هذا الموضوع؟ يعني صحيح، هو الأصل في الوزير أنه دوره سياسي أكثر منه تنفيذي. صحيح له دور كبير في رسم السياسات ودور كبير في وضع الخطط، لكن يفترض أن نكون أمام مؤسسات في الدولة، مؤسسات الأردنية مؤسسات راسخة يعني ليست جديدة، وبالتالي يفترض أن الوزير لا يغير في العمل المؤسسي وإنما يطور في العمل المؤسسي، لا يصنع العجلة من جديد، وإنما هو يبني على من سبق ضمن خطط مدروسة. الآن المتغيرات كثيرة التي تحصل بالمجتمع، لما نتكلم عن المجتمع الأردني عن الدولة الأردنية، هناك متغيرات كثيرة إقليمية، الأوضاع السياسية، الأوضاع الاقتصادية، هذه قد تتطلب أحيانا تغيير في الوزارات، تغيير في الحكومات، قد لا يعطى بعض الوزراء الفرصة الكافية إنهم ينفذوا أو على الأقل يطرحوا بعض الأفكار اللي ممكن تكون تدور في 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 أذهانهم لأغراض التحسين. لكن مرة ثانية أكرر، الأصل في العمل أنه مؤسسي، الأصل أننا نبني على من سبقنا في 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 مأسسة العمل الحكومي، ولكن أيضا التطوير باستمرار هو مطلوب. نحن لا نضع قواعد صلبة لأغراض السياسة العامة للدولة سواء اقتصادية أو اجتماعية أو غيره، وإنما مرنة تتغير بتغير الأحوال وحسب الظروف. الحقيقة الوزير لا يخرج من خاطره يعني من الوزارة، هو يدخل كوزير ويكلف بالعمل، ولكن عندما تستقيل الحكومة أو يجري تعديل وزاري هو يخرج من هذه الوزارة بغير إرادته، وربما لو بقي لا كان يعني ما يقدم يكون أفضل أو ينفذ البرامج اللي بيشتغل عليها أو التي وضعها. لكن أيضا متطلبات العمل أحيانا تقتضي التغيير وتقتضي التعديل في الحكومات، وهذه يبدو أنها سنة
يعني صارت عليها الدولة الأردنية منذ فترة طويلة خلافا لبعض الدول العربية، قد تكون أيضا سنة إيجابية. ليس بالضرورة دائما أن الوزير هو منزل، لابد من أن نعطي فرص للشباب المتعلمين اللي يعني عندهم القدرة على العطاء أكثر من اللي في جيلنا، اللي الحقيقة ربما خلاص الدور اللي عليه أنا. ما زلت في قمة العطاء معليك. بارك الله فيك. ما زلت في قمة العطاء. يعني معليك دائما وأبدا من يعني الأردن عاش في فترات يعني متغيرات، يعني ممكن هناك يعني من يعني يملكون أجندات خاصة يعني بيحاول يعني تعرف إحنا كشعب أردني دائما نعيش على التنبؤات. يعني أصبحنا كمن يعني يتنبأ بحالة الطقس، شايف كيف المواطن. ممكن هناك كما نعلم وزارة التنمية السياسية، هذه الوزارة ممكن يعني هي مفهومها إعطاء أو إرشاد المواطن ما له وما عليه كمنظومة سياسية في الأردن، يعرف الواجبات الموكولة له والتي مطلوبة أيضا منه. لكن المواطن هنا نجد أنه حتى من خلال تعبيره أو من خلال كذا ممكن يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والأشياء زي هاي، وتعبيره ممكن يكون مش خاطئ كمان، يعني قاتل أيضا لا يعي ما يكتبه ما يعي، وتعليقاته على الآخرين أيضا بما يدل كذا. لكن دائما هناك من يملكون الحنكة السياسية والحكمة، وأنت يا معاليك يعني تملك الخبرة الكافية في هذا الموضوع. كيف نستطيع أن نوجه المواطن؟ كيف نستطيع أن نبعث رسالة للمواطن أنه كما تفضلت يعني هناك يعني ليس يعني كما تفضلت سنة يعني ممكن تكون يعني هي أنه يكون في تغيير حكومات وكذا، والعيب ليس في الأشخاص ولكن ممكن هناك ممكن يحدث تغيير لأنه العقول مختلفة عن الأخرى، كل شخص عنده فكرة معينة، ممكن هاي الفكرة ممكن تيجي في وقت مناسب. ما هي الرسالة؟ كيف تستطيع أن يعني تصف المشهد الذي عاشته الدولة الأردنية في المراحل السابقة وخاصة في المرحلة الأخيرة في قانون الضريبة تحديدا والصراعات التي حدثت والمظاهرات، مع العلم أن كانت الدولة الأردنية دولة حكيمة جدا وكانت حليمة جدا أيضا ولم تضع يعني على ردود الفعل ما هو سلبي اتجاه المواطن الأردني، بالعكس كانت يعني تفضل سيدي. سيدي يعني مسيرة الأردن مليئة بالمصاعب، يعني من بداية يعني الإمارة ثم إلى الاستقلال في عام 46 وإعلان الاستقلال وإعلان الأردن مملكة أردنية هاشمية منذ ذلك الزمن، والصعوبات تمر في الدولة الأردنية. هناك مؤامرات خارجية نحن نعلم بها جميعا مدونة وموثقة في التاريخ، هناك ضغوطات تمارس على الأردن لربما تغيير مواقفه الثابتة، لكن لا يصح إلا صحيح. يعني المواطن الأردني واعي لما يدور حوله، واعي لما يدور في الدول العربية، واعي لما يدور في السياسة الدولية، وأيضا متمسك بحقوقه الثابتة، وهذا التمسك الحقيقة مستمد أيضا من الإرادة السياسية ومن القيادة الهاشمية الحكيمة التي هناك ثوابت غير قابلة للتنازل عنها، هناك ثوابت لا يمكن التفاوض عليها. دورنا نحن أو دور الدولة الأردنية أو الحكومة على بشكل خاص أن تكون ببرامج التوعية الحقيقة للأجيال الناشئة الحديثة، وهناك وسائل التوعية كثيرة سواء كان عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق ما يمكن أن يدرس في الجامعات، ما يمكن أن يدرس في المدارس. لابد من أن نوصل رسالة بأن هناك ثوابت أردنية، هذه الثوابت عندما تصطدم بمتغيرات، يعني خط مستقيم عندما يصطدم بمتغيرات في الإقليم هناك صعوبات يجب أن سنلمسها، أن نشعر بأن هناك ضيق اقتصادي على سبيل المثال. لو كانت كل الخطوط مستقيمة متوازية كان معنا مشكلة، لكن هناك متغيرات في الإقليم وبالتالي تصطدم في هذا الخط المستقيم، وهنا عندنا مشكلة بتسبب لنا إياه، وبشكل خاص فيما يتعلق بالضائقة الاقتصادية. يعني الذي حصل قبل أيام خروج المواطنين الأردنيين إلى الشوارع والساحات شيء مشرف جدا، بأنه ما انكسر كاسة، يعني ما بالعكس كانوا الشباب والشابات بعد أن تنتهي أعمال المسيرة الليلية اللي هي صادفت أيضا في رمضان يقوموا بتنظيف الشوارع، يقوموا بتنظيف الساحات. جلال السيدنا أيضا قال بأنه يفتخر بهذا المظهر، هذه تظاهر، هذه احتفالية، هذه ليست اعتصامات، هذه احتفالية، احتفالية أيضا وجدت صداها. وأنا كتبت في يوم من الأيام بعد تلك المظاهرات بأنه
جلالة الملك هو صوت الشعب وهو مرآته، هو يعكس همومهم وهو يتحدث باسمهم، ولذلك بادر إلى إجراء التغيير الحكومي، تشكلت حكومة جديدة، الحكومة الجديدة لديها برامج، هذه البرامج إن شاء الله تكون قابلة للتطبيق، قابلة للتنفيذ، وإن شاء الله كل مؤسسات الدولة تتعاون مع هذه الحكومة لإنجاز شيء يعني لصالح الوطن والمواطن، وستبقى الأردن رغم كل الصعوبات ستستمر إن شاء الله. نعم نعم، يكون لكم مسؤولية أيضا على الحكومة والحكومات، إنه مش نظل نحكي دائما أئمة المساجد، يعني نعم. أئمة المساجد خلوهم بالأمور الثانية، لأنه إمام المسجد ممكن يعني يفقه بالدين لكن لا يفقه بالسياسة، يعني حتى يتفضل كما تفضلت معاليك، يعني أنت الآن تتحاور وتتحدث بلغة واضحة. نحن الآن نخاطب مجتمع أردني، يعني ما بنقدر، ليست كل العقول متساوية، ممكن من يتحدث أو من يعلم بالسياسة هو القادر على إقناع الشعب، ليس أئمة المساجد اللي دائما نحن نرمي عليهم المسؤولية. لا، وزارة التنمية السياسية لازم أن يكون دورها مفعل جدا، نشاطاتها، ذهابها إلى المدارس، ذهابها إلى الكليات، ذهابها إلى الجامعات، عمل نشاطات أيضا، يعني لو من كل بيت بيروح شخص معين الثقف ممكن ينعكس هذا إيجابي على البيت اللي هو عايش فيه. بتوقع نعم. أنه هناك مسؤولية كبيرة على الحكومة، وليست أن نخصصها لشيء معين، لأنه ليس كل من يعمل أو من يجمع أناس داخل مكان معين هو قادر على إقناعهم في صحيح. الظروف صحيح. صحيح. معليك يعني يعني بس بدي أعقب على كلمة في متعلق بأئمة المساجد، هم لهم دور محدد صحيح. يعني أيضا دور في ما يتعلق بالتوعية الدينية، أيضا قد يكون لهم دور توعية في الجانب السياسي ضمن أو ضمن الأطر التي هي ثوابت للدولة الأردنية، يعني لا ضير بأنه إمام المسجد يتحدث للمصلين، والمصلين عادة من الأجيال من 5 سنوات بتشوفوا المسجد إلى سن 80 سنة، يعني حلو أنه مطلوب منهم أيضا يتحدث ضمن الثوابت والأطر اللي إحنا متفقين عليها، إلهم دور مهم، إلهم دور كبير الحقيقة ضمن ما يمكن أن نتفق عليه. نعم سيدي، يعني أكيد يعني تحدثت عن تجربة وتحدثت يعني عن تشاهد على الماضي القريب والحاضر، ولديك أيضا تطلعات مستقبلية لواقع الأردن وما نعيشه من متغيرات. يعني معالي إبراهيم العموش، أكيد يعني من خلال هذه التجربة الإيجابية التي عملت بها ومن خلال أيضا التحليل المنطقي لما عاشه الأردن من ظروف متغيرات وعن نشأة الأردن تحديدا من إمارة ولغاية هذه اللحظة، يعني نحن الأردن وصفونا دائما وأبدا بمنظومة الحديقة داخل الحريقة صحيح، في دولة في الشرق الأوسط، يعني من الدول التي تجاورنا متغيرات التي تحدث. أثني على كلامك أن الشعب الأردني واعي، واعي لما جرى حولنا، وبذلك تمسك في الثوابت الوطنية، وكان هناك يعني خطوط حمراء لم يتجاوزها خوفا أن يجري ما جرى في تلك الدول. كيف تقيم المنظومة السياسية في الأردن؟ كيف تقيم هذه الشيء؟ الصعوبات مستمرة كما ذكرت لك، ما أنه من بداية تأسيس الدولة هناك صعوبات، لم نكن في يوم من الأيام نعيش في بحبوحة، يعني اللي الأشخاص اللي في الأردنيين في جيلي واللي أكبر مني اللي عاشوا عصرين، عصر لما كان يمشي على رجليه وروح المدرسة وبعد ذلك أولاده بيروحوا في باص وبعد ذلك صاروا سيارات، يعني هذا التطور اللي حصل دائما إلى الأمام، لكن الصعوبات دائما موجودة، يعني حتى لو زادت رفاهيتنا هذا لا يعني بأن الصعوبات مش قائمة، هي موجودة، دورنا أنه نصمد، دورنا أنه كل التحديات هاي كما يقال أن يتم تحويلها إلى فرص. نحن ما في عندنا غير هذا البلد، ما في وطن ثاني أكيد، وما في عنا بترول، ما في عنا غاز. صحيح أنه لابد من ضبط الإنفاق الحكومي وأتفق يعني تماما مع المطالبين في ذلك، لابد من ترشيد الاستهلاك، لابد من التركيز على أولويات معينة، لكن إذا بتطلع على البنية التحتية اللي في الأردن مش موجودة حتى في الدول الغنية، يعني عنا أكثر من 24 جامعة، عنا مدارس مميزة، عنا مستشفيات مميزة، عنا شبكة طرق، عنا شبكة كهرباء، لا تكاد قرية في الأردن تخلو من طرق، تخلو من شبكة الكهرباء وأيضا شبكة المياه، هذه ثمنها فلوس أكيد، أكيد. هاي صرف عليها مبالغ طائلة حتى وصلنا لهالدرجة، ربما وأنا والله زرت العديد من الدول حتى الدول الغنية النفطية، أنا قد أجد أنه في بعض العواصم مميزة في, في, في شوارعها، لكن أخرج من العاصمة أروح لبعض المدن القريبة تجد أنه طرق بعد ترابية، يعني مش معبدة صحيح. وهم أغنى منا بكثير صحيح. التعليم اللي عندنا، المدارس في كل قرية هناك مدرسة، الطب متقدم جدا، الطب المستشفى، إحنا عن السياحة العلاجية سياحة مميزة جدا صحيح. عندنا في الأردن عندنا مستشفيات ضخمة جدا، عندنا جامعات
يعني مميزة، كفاءات عالية جدا، كفاءات عالية جدا من حملة الدكتوراه، من المهندسين، من المحامين، من الأطباء، شيء غير عادي. هذا شيء بنفتخر، هذا ما انبنى في يوم وليلة، هذا انبنى على مدار يعني عقود طويلة، وبنوا الآباء والأجداد بكدهم، بتعبهم، بعرقهم، بجهدهم، بإصرار القيادة الهاشمية الحكيمة على أنه لابد من أن يبنى هذا البلد، فلنبني هذا البلد ولنخدم هذه الأمة. هذه مقولة سيدنا الله يرحمه جلالة الملك حسين، وقد نفذوا ذلك الهاشميين حقيقة. وجلالة الملك عبد الله يعني ربنا يطول في عمره ويديمه ويحفظه، لازال على نفس المسيرة، وسنستمر بهذا الطريق، سنتحمل المصاعب. نعم لابد من أن نراجع دائما سياستنا، لابد من أن نرشد استهلاكنا، لابد من أن نحدد أولوياتنا، لابد من خلق فرص عمل جديدة، لابد من تشجيع الاستثمار. هذه كلها مطلوبات وتحديات بنفس الوقت، لكن وعي المواطن الأردني وإدراكه بأنه لا مستقبل له إلا في هذا المكان، وبأنه إذا انتقل لمكان ثاني هو يعرف الفرق. أكيد واضح. وأنا أعرف الفرق، لأن أنا لفيت العالم كله، أنا أعرف الفرق. عندما أكون كسائح وليس كلاجئ، كسائح ومع ذلك لمست الفرق تماما، بأن الأردن ما في أجمل من الأردن، ما في أجمل من عمان. أسمع كلامك، أسمع كلامك. معليك يعني وبصراحة، لو يعني ناداك الوطن لموقع قيادي مرة أخرى، هل ستلبي النداء؟ أنا جندي يا سيدي، في من جنود هذا الوطن ومن جنود القيادة، وفي أي مكان أنا أخدم، حتى في موقعي الحالي وأنا في القطاع الخاص كمحامي أيضا أنا أخدم، أنا أدفع الضريبة وأفتخر بأنني من دافع الضريبة. نعم. وهي حقيقة عندما أنت تتكلم عن الخدمة، هذه خدمة أيضا، فدافع الضريبة هو خادم لهذا البلد، وأفتخر بأنني خادم لهذا البلد. الآن هذا الموقع في القطاع الخاص، إذا هناك موقع في القطاع العام وطلب مني أن أقوم بهذا الدور فهو تكليف، وهذا التكليف لابد أن أقوم به، حتى لو كان يعني إذا كنت أستطيع أن أحمل السلاح فأنا مستعد أن أكون جندي كمان في حمل السلاح، وليس فقط في موقع مسؤولية كبير يعني أو في المراكز المتقدمة. نعم. معليك يعني عاش الأردن يعني في أيام قريبة مناسبات وطنية، عيد الاستقلال ويعني عيد الفطر السعيد، ومناسبات يعني غالية على قلوب كل الأردنيين. في هذه المناسبات ماذا توجه كلمة للوطن ولقائد الوطن؟ الآن المناسبة اللي هي الذكرى 72 للاستقلال مضت في قبل كم يوم ب25/5، أقول كل عام وقائد الوطن بألف خير، وكل عام والأردنيين والأردنيات بألف خير، وإن شاء الله ينعاد علينا جميعا في السنة القادمة بأفضل من الظرف الحالي، وبأن تستمر مسيرة العطاء في هذا البلد إلى الأمام بإذن الله تعالى. فإن شاء الله يعني الأيام القادمة ستكون أفضل، وإن شاء الله بعد كل كرب فرج وبعد كل عسر يسر. نعم. وهذه الكلمات الرائعة أعزائي المشاهدين، لا يسعني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمعالي الأستاذ إبراهيم العموش الوزير السابق. معاليك نتمنى لك التوفيق ومزيد من النجاح، وكل عام وأنتم بخير يا سيدي. وأنتم بألف خير، شكرا جزيلا لكم، الله يحفظكم جميعا ويديمكم إن شاء الله. شكرا سيدي. شكرا سيدي.